يعني ايه ما ينفعش اجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في اي حاجه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا Thank you.